وين السلعة؟ يلا وصلت. كم السلعة الثانية اللي وصلت الأخوان؟ هاي كنا الناس لما صينا وبشوف السلعة كثيرة هاي بس خلاص. هذا هو الفوج الثاني. السلعة سيارة تنزل الأخوان. ابشوي يا عزين اخويا ابشوي يا تنزل. سير عزيز سعيد سير. من راس السعيد من راس. اش واحد عزيز لي. سير عزيز. لا ما كانش اخر خروفات لا. لا قرطاس. قرطاس كاين واحد. سير سير. شد عزيز شد جمعنا شد جمعنا. عميد عميد جاوز كما وريكو يا واحد. شد شد بارك وقف وقف وقف. باشي قيفان ليه؟ اه وقف 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 وقف. ارا شوف هبطت في هذه خليت حد ولا خاطر ها هبطت اول فوق هاي سمت عم قال هاي روح الباب بارك الله السرعة المليح ابا قال فوق على اخوان اشوف السعي من تم هاك زيد 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 القسم هذا القسم هذا سعي نقص مدرية السعي نقص ها نقص مدرية الناس اللي كتسول على الحياة اخوان عندك رجل السعي دخلت يتم سيف خلينا نقعد سعيد اخذ سيدي مؤمن اخوان حي الهودة قطع السعيد شدوا شباب قشدنا الساعة من شيش خليها قشدها كما قلنا الاخوان اللي كتسول على البلاصة فين سيدي مؤمن شارع الهودة قرب الحمام اشرف زنقة جوج سلعة تبارك الله راه كاين المليح والزين كاين تنسنا الحليب سلعة كثيرة تبارك الله اللهم بارك سلعة مليحة سلعة نقية نور الدين ندير عيط لك الناس راه النمر خاتم في الكتاب سعيد حساب رجلين سعيد حساب رجلين اخويا زيد اخويا زيد شنو اللي بقى تسوي الرباح؟ بقى بقى عزيز شوف لك
شويه ساعي في لوح شويه اخويا. طق 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 زيد سير اخويا. لا مازال اخويا شويه سعي. الفوق بقى الفوق يا كسر بقى الفوق. السلعة كي دايرة اخوان برا لا تبارك الله كامل السلعة زوينة ومقية ومكاينش العيب شي حاجة اللي تجي تبرا لا سير اخويا سير الحاول يدي ولا ما يفهم؟ لكن الحاول يدي واحد بيع لي بيع لي في داري. الفوق دي ولا الفوق دي ولا؟ كل شيء مبيوع إلا واحد استوى اللي باقي. الفوق عين مبيوع عين. كل شيء مبيوع. حال مبيوع عين الفوق. سير الساعة سير أخوات سير. سير على سيس. من ناحية التكامل. الله حفظك لي يا أخو. اللهم بارك تبارك الله المليح والزين كامل السلعه نقيه تبارك الله ومليح. هذه ديال اليوم الاخوان شتي التاريخ قلنا التاريخ راه ما قلناش 2022 شهر 7 في 5 نور الدين زاد اخويا حل الكتاب كاين تما راه ليه ديال اللي كتقيد فيه ديك ديال السلعه وشي راه تما سير شوف انتم الاخوان السلعه كبيره تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك السلعه مليحه تبارك الله العيب والو شي حاجه نقيه اسمها الحليب تني واللي بغى شي حاجه اخوان مرحبا على راس العيد اتمنى مناسبه وخا كاع انتم اليوم الثمن كاين هذا العام اتمنى هذا العام راه مناسب.